ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف مصر الائتماني الى بي ماينس. يعني ايه بي ماينس؟ بتتكلم على زياده 74% عن السعر الحالي. محتاج تعتمد على مجموعه اقتصاديه بصراحه ذات مهارات مختلفه. ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف مصر الائتماني الى بي ماينس. يعني ايه بي ماينس؟ انتوا عارفين قبل كده في عدد من هيئات التصنيف نزلت التصنيف المصري امبارح، وسط ما احنا كنا مهتمين بالمعونات هتدخل ولا مش هتدخل، راحوا ايه رزعنا واحد بي ماينس. يعني ايه بي ماينس؟ الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ عمرو، مساء الخير. ماذا يعني بي ماينس؟ بي ماينس يعني هايلي سبيكوليتيف، عالي المضاربه، بعيد جدا عن الرتبه الاستثماريه، قريب جدا من مستوى السبستنشال ريسك او الـ لا 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 دي واحده. يعني ايه بالبلدي وبالعربي؟ يعني ايه؟ انا بترجم يعني هايلي سبيكوليتيف ده عالي المضاربه جدا، بعيد عن رتبه استثماريه. يعني هو كده كده طبعا السنجل بي او البي المنفرده ليست رتبه استثماريه، يعني حتى في افضل الاحوال لما كانت يعني ما كانتش بي ماينس، لكن احنا كنا يعني خدنا اكثر من ضربه. يعني كان فيتش وصلتنا لبي بنظره مستقبليه سالبه، يعني برضو جايه على البي ماينس اللي هي اخر مرحله قبل ما يسمى بالسبستين. فعلا المستوى او رتبه سيئه للغايه، اقرب يعني ديبر انتو جانك، انتو جانك يعني انت قربت قوي او غطست غطس جديد في مستوى الجانك او يعني مستوى ادوات الدين السيئه للغايه. السبب طبعا لو حضرتك مهتم تعرف السبب وفقا لما ذكر ووفقا لما يمكن يعني حتى نستشفه، التاخر في الاصلاحات الماليه والنقديه او الاصلاحات الهيكليه، التضخم الجامح الذي ياكل القوى الشرائيه للمواطنين وبالتالي بيهدد توقعات النمو. بالفعل بنك الدولي وبنك اعاده الاعمار خفضوا توقعات النمو بالنسبه لمصر، يعني البنك الدولي خفض توقعاتنا او توقعات النمو لمنتصف 2024 اللي هي السنه الماليه يعني نهايتها ل 3.6% نزولا من 4%، وده ثاني تنزيل، هو كان منزله حتى من اعلى من كده من 4.5%. تاخر التخارج من الاستثمارات اللي حضرتك عارفه اللي هو اللي كان متفق عليه مع الصندوق، تاخر طبعا او وجود صعوبه البيع يعني مصر رؤوس المال البيع، ومجرد ان انت عندك تدفقات صعب انها تدخل ده بيأثر على ملائكتك وعلى قدرتك على الوفاء بالتزاماتك، صعوبه تدبير موارد تدفقات من النقد الاجنبي ايضا. لما جاء مثل هذا التقييم واستمعنا لهذه التقارير المرعبة يتحدث الناس عن التعويم على طول، المصريين يقول لك ايه صح. يبقى التعويم بقى، يبقى هو خلاص يا باشا هو تعويم. ايه الموقف من الكلام اللي بيجرى ده والتعويم؟ التعويم طبعا هو اكيد ده جزء من الضغط من اجل التعويم، لان اي استثمارات داخلالك سواء داخله في ادوات دين يعني حد هيسلفك، او استثمار حد داخل يشتري اسهم من عندك من البورصه، او داخل يعمل حتى اف دي اي او يعني استثمار مباشر، محتاج ان هو يعرف انت هتسعر له الدولار بتاعه كام. هو لو جه دخل انت هتسعره له بالرقم الرسمي ولا بالسعر في السوق السوداء اللي تجاوز ال 2.43؟ الفجوه دي طبعا عامله ارباك ومؤخره. طب ده انا شايف البورصه المصريه ملعلعه الاسبوع اللي فات مش كده ولا انا بيتهيألي؟ الارتفاعات في البورصه المصريه الحقيقه يعني للاسف هي يعني ما اقدرش اقول انها بورصه سائله وعاليه السيوله قوي، يعني هي في الاخر مهما زادت حجم التداولات فيها مش لا يقارن بالبورصات اللي عاليه السيوله، وبالتالي هي بتدور اموال داخل، وبعدين هي البي ايز قليله قوي او مضاعفات الربحيه في الاسهم منخفضه للغايه، فمن الممكن انها تشهد نوع من الارتفاعات، لكنها ليست جاذبه لاستثمارات من الخارج الا في حدود طبعا، لان انت زي ما قلت لحضرتك ما حدش عارف هيدخل الدولار بكام. شفنا اعلى سعر للدولار في البيع الاجل. ايوه. رقم غريب شويه. هل ده يعني شيء؟ انا مش عايز اقول حتى الرقم. يعني طبعا يعني ندره مضاعفه، والندره دي بيعكسها لو تذكر في اخر مداخله كنت مع حضرتك كنا بنتكلم على الديبت كارد، النهارده حتى الكريدت اتعمل عليه قيود. فهذه الندره يستطيع المتعاملون ان يلاحظوها بسهوله. لما تيجي تحاول تحصل على دولار من البنك وتجد صعوبه في التدبير، السر في التدبير زي ما بنقول دايما،
ده على طول بينعكس في رفع الاسعار وبينعكس، لكن ليست طبعا قيمه معبره عن قوه العمله، هي قيمه معبره عن ندره العمله الصعبه. يا دكتور مدحت، انا بقول لحضرتك عشان نبسط للناس، التوقعات لسعر الجنيه المصري بعد كام شهر رقم دمه تقيل، صح؟ حقيقة. يعني رقم حقيقة. انا ما احبش اكرره. دي حقيقة. لا، وهي توقعات حتى في أسواق الآجلة، يعني الأكثر تفاؤلا بتتكلم على زيادة 74% عن السعر الحالي في الأجل المتوسط، أو يعني أو حتى في أجل 5 سنين. فدي نسبة مش قليلة، يعني احنا هنبقى يعني عدينا الخمسينات يعني، وبالتالي دي مسألة أو دخلنا في الخمسينات. فطبعا دي مسألة مربكة، ولما تيجي تعمل حسبتك طبعا حضرتك عارف ان مش بس الانفاق الحكومي اللي هيتضرر، كل الاستيراد هيتضرر، كل الاسعار هتتضرر، كل الناس اللي حتى سلعها محلية هتعيد التسعير. كفاية يا مدحت، هما بيشتروا بالدولار. كفاية يا مدحت، كفاية يا حبيبي، ميرسي قوي. انا ممكن اقول لك شوية حلول، يعني ممكن نقول حلول سريعا. يا ريت. يعني احنا محتاجين زيادة تدفقات رؤوس اموال بسرعة جدا، محتاجين رؤوس اموال دي تدخل بسيطه، استثمارات مباشره بسيطه، محتاجه تسهيل وبيئه تشريعيه افضل وتخارج. دي اسهل حاجه. عايزين السياسه النقديه تتمتع بمزيد من الاستقلاليه عن هيمنه الماليه. طبعا ده ممكن. طبعا حتى الصندوق كان بيقول لك ايه في اخر في الاجتماعات الاخيره، قال لك انت ما زلت انت وتونس محتاجين تايتنج، يعني محتاجين برضو رفع السعر الفايده. طبعا كل ما تيجي ترفع الفايده او تتحرك هتلاقي مشكله من السياسه الماليه. محتاج تحقق انضباط مالي كبير عن طريق خفض الاستخدامات، خفض المصاريف، محتاج تتخارج بسرعه زي ما قلنا قبل كده، وده هيحقق اكتر من هدف، منها زياده حصيله البيع، منها ان انت هتحسن جوده الاداره، منها ان انت هتشيل عن 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 كاهل الدوله عبء الخسائر اللي بتحصل، او على الاقل الفرصه البديله. يعني يقول لك طب دي مشروعات ما بتكسبش، ايوه بس ممكن تكسب اكتر. محتاج تعتمد على مجموعه اقتصاديه بصراحه ذات مهارات مختلفه. حالا دلوقتي يا دكتور مدحت، شكرا ليك. هنعتمد، حاضر، انا مجموعه اقتصاديه حالا دلوقتي اجيب. شكرا ليك. في قفزه كبيره في سعر الذهب في العالم، لانه لما يحصل التطورات ديت والتوترات ديت على طول الذهب بيصعد، فاحنا بنتكلم على صعود سريع جدا في الفتره اللي فاتت. ولكن هناك ايضا قرار اليوم من البنك المركزي اظن هيكون مفيد جدا للناس اللي شغاله في الذهب. معانا الاستاذ هاني ميلاد رئيس شعبه الذهب، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو والساده المشاهدين. ايه قرار المركزي النهارده وازاي هيبقى مفيد لحضراتكم؟ الحقيقه طبعا زي ما حضرتك عارف في استراتيجيه للدوله لزياده الصادرات المصريه وخاصه المشغولات بكل انواعها، والذهب يقع في هذا النطاق على اعتبار انه منتج كامل للصنع ممكن العوائد بتاعته تكون مفيده، وخصوصا فيما هو قيمه مضافه، على اعتبار ان المصانع دي بتشغل عماله وبتنتج وطاقة إنتاجية، وبالإضافة لمنتج متميز بنتميز بيه النهاردة. إحنا موجودين في صدارة الدول المنتجة للمسؤولات الذهبية في المنطقة عندنا، وبنقيم من المعارض المتخصصة اللي هيقام الشهر القادم للمسؤولات الذهبية، اللي من خلاله نقدر نصدر المسؤولات. كان القرار القديم أحجم نسبيا الفترة الزمنية لعوائد التصدير من الذهب أو من العوائد النقدية لمدة 7 أيام، حصرها في 7 أيام فقط لا غير. والأمر ده كان يمكن بالنسبة للسبائك الذهب ممكن يكون مقبول، ولكن بالنسبة للمشغولات كان عائق كبير، على اعتبار أن المشغولات اللي بيتم تصديرها محتاجة معينة من التاجر اللي بياخدها، ومحتاجة كمان مزيد من الوقت لاسترداد ما يقابلها من ذهب أو من نفط. والحمد لله إحنا كنا مطالبين من خلال مجلس إدارة الشعبة لإمداد هذه المهلة أو إعطاء مهلة كافية لهذا، لأن ده هيساعد على تصدير المنتج النهائي للدول الأخرى والمجاورة. وبالفعل تم الاستجابة لهذا النداء والطلبات، وتم السماحية بمد المهلة إلى 30 يوم. طيب سوق الذهب دلوقتي عامل إزاي؟ احنا عرفنا إن الأونصة قفزت أظن ب 1900 حاجة و70 حاجة كده دلوقتي.
بالفعل التوترات الحاصلة في الشرق الأوسط دايما بتدفع بالملاذ الآمن للصعود والصعود والقفزات، وبالفعل الأيام الماضية وصل سعر الأونصة في الخارج في البورصة العالمية تقريبا تقارب جدا من ال $2000، جاب 1998، لكن ابتدى يهدى شوية، وزي ما حضرتك أشرت هو في الحتة في 1980 1975، وبالتالي برضو مما أثر على سعر الذهب في السوق المحلي، وإحنا برضو بنشاهد أرقام شبه مرتفعة الآن بتوصل ل 2480 لسعر ال 21. يعني الجنيه الدهب بكام النهارده؟ يعني بيتكلم في حوالي 20,000. رجع 20,000 تاني، لان احنا كنا شايفينه 17 لمده طويله. تمام، واحنا اشرنا قلنا دايما الاوقات اللي بيبقى منخفض فيها السعر هي بتبقى اوقات مناسبه جدا للشراء. مين بقى يجيبه ب 17 تاني دلوقتي؟ نتمنى هذا. طب وحضراتكم بتبيعوه على سعر اي دولار؟ على سعر السوق المحلي. احنا حلينا اشكالية الدولار في القرار اللي صدر من رئاسة الوزراء في السماحية لقدوم العائدين من الخارج. يا استاذ هاني، دلوقتي هي الأونصة ب 1980 دولار، انت بتحاسب على الدولار بكام؟ بس ده السؤال. هو طبيعي يا رب السعر الزائد في السوق. انا عندي ميعاد بكره الساعه 2 والله مهم يا فندم. بتحسب الدولار على كام؟ في السوق السعر المتداول في السوق. المتداول في السوق اللي هو كام؟ زي ما بيحصل بقى، ما هو زي ما بيحصل بيرتفع وبينخفض. وانت سيد العارفين يعني. لا نعرف منين؟ مالي ومال الدولار. شكرا استاذ هاني ميلاد، شكرا ليك. الدولار في السوق، وعلى فكره خلاص بقينا عارفين يا اولاد، اما نتكلم على الدولار في السوق يبقى انا ما بتكلمش على الدولار في البنك، دي خلاص بقينا عارفينها. دولار في السوق هو في اعلى ارقامه قاطبه، رقم يعني حلاولة يا حلاولة، حاجة يعني ما تفهمهاش. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده البهوات والبشوات بتوع الدهب وبتوع الاستيراد وبتوع هو ما يعرفش سعر البنك. ب 31 ده ولا يعني 30 وحاجة هم محدش يعرفه، هم بيعرفوا التاني، والتاني ده بقى كتير قوي أكتر مرة، عشان بس الناس بتزعل مني يقول لك انت لما بتقول سعر كأن انا يعني شهبندر الدولار. يجب ان يكون هناك تحرك سريع خصوصا مع زيادة الأزمات، يجب ان نأخذ الأمور بشكل اكثر جدية. موضوع التخارج، موضوع البيع، موضوع العملة، في اشياء كثيرة وعلامات استفهام كثيرة وكلها فيها محاذير وكلها فيها مشاكل، فالوضع محتاج حركة سريعة. والوضع زي ما الدكتور مدحت، مش أنا اللي بقول، محتاج مجموعة اقتصادية، لأنه لازم الحركة تبقى سريعة جدا كل مدى الأمور. وبعدين في بقى نداء، معرفش انا عارف انه مش هقول بقى انه الرؤساء والزعماء بيتفرجوا، لا، ناس اللي في السفارات في مصر هنا بيتفرجوا على البرنامج ده وبيترجموا شغلهم يعني. لو سمحتم يجب دعم مصر، لان انتم محملين مصر مسؤوليه كبيره جدا. مصر هتتحرك ازاي بكل الاثقال دي؟ يعني وانت جاي كده المؤتمر ده انت مش واخد بالك قد ايه في مسؤولية مصرية؟ مصر دي النهاردة بتتكلف كام كل يوم الصبح فيما يحدث الآن
يجب ان العالم يفهم انه يجب ان يكون هناك طريقه اخرى للتعامل مع مصر. مش ممكن تيجي تخبط عليا اول شهر تقول لي يلا فين فلوسي. طيب ما انا كمان دوله شايله تقيله، شايله 105 مليون و9 مليون ضيف، وحرب على الحدود الشرقيه، وحرب على الحدود الجنوبيه، وحرب على الحدود الغربيه. فاتعاملوا معانا شويه بالعقل.